اتفضل. هو على صعيد كل الرياضات انت لو بصيت يعني الطايره، اليد، السباحه، صحيح. كوره، الحمد لله. يعني هيا نروح بقى معاكم، لان دايما بنقول ان النادي الاهلي مش فكرتنا بس رياضه، لكن احنا عندنا كمان لجان، عندنا انشطه وفعاليات مختلفه. يمكن في 10 الصبح في الاهلي احنا حريصين دايما ان احنا نعرض الفعاليات المختلفه اللي بتقام من النادي الاهلي لاعضائه. خلينا نروح نشوف كده يوم الترفيهي بتاع النادي الاهلي لاعضاء النادي والعروض الفنيه اللي كانت موجوده هناك، ونرجع نكمل. والله أنا سعيدة جدا إن احنا بنشارك النهارده في النادي الأهلي. أولا أنا شايفة إن في جمهور عالي جدا من ذوي احتياجات الخاصة، ودي حاجة أسعدتني قوي قوي حقيقة. هم مش غربة عني، إن أنا برضو تعاملت معهم قبل كده في كذا حفلة في قدرون باختلاف وحفلات كتير جدا. إنما مبسوطة باهتمام النادي بالولاد ذوي احتياجات خاصة، لأن هم أصحاب همم، يعني هم عندهم مواهب يمكن تفوق الناس النورمال العاديين. فلما الاقي نادي او اي جمعيه او اي هيئه بتاخد بالها منهم وبتشجعهم، دي بالنسبه لي سعاده كبيره جدا. يعني ايفنت النهارده هو عباره عن يوم فني لذوي الاحتياجات الخاصه داخل النادي، بالتعاون مع مؤسسه ابداع ومؤسسه الحفني لذوي الاحتياجات الخاصه. بنحاول نعمل دمج وترابط بين أعضاء النادي من الأطفال الأسوياء وبين أعضاء النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لا يشعر أنه هو منبوز في المجتمع أو ما فيش عليه أي اهتمام. والله إحنا المفروض مختصين بتقديم كل حاجة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة في النادي الأهلي باختلاف الإعاقات، فبنعقد أحياناً ندوات وأحياناً بنعمل حاجات فنية وممكن مسابقات رياضية، ويعني في الصورة دي. عاوزين نفتح مجالات غير المجالات الرياضيه في النادي، يعني ان شاء الله يعني في صدد ان احنا ممكن نعمل لهم فرقه كولار وفرقه فنون استعراضيه. فاحنا عشان نعمل كده لازم نخلي اولادنا او نجيب لهم لحد عندهم الفرقه دي بتشتغل ازاي، عشان نحببهم في القصه. الحفله جميله جدا وكده، والموضوع جميل يعني. لا حفله تدي مني خالص. حفله كانت حلوه قوي. الحفله كانت كويسه، انا بلعب سباحه مع دعاء اشرف. حفله كانت جميله جدا، انا مبسوطه جدا بالحفله دي. وانا فرحت الكابتن محمد فتحي موجود معايا، يعني انبسطت جدا النهارده في الاهلي كتير، وان شاء الله هنبسط تاني في الحفله التانيه ان شاء الله. حلوه قوي، فرحانه قوي جدا الحفله. حفله كانت حلوه جدا وانا مبسوطه، واحنا كلنا فرحانين عشان كنا وفي الاهلي كتير، وفرحت كمان كان محمد فتحي موجود معانا. حفله جميله الحمد لله، انا فرحان الحمد لله. حلو جدا، حلوه بدك فرحه دول حلوه. والله الحفله زي عظيمه، زي حاجه حلوه كده. انا الحمد لله بصوته، واحنا في نادي الجزيره والمدينه الناصر. هو طبعا
طبعا ايفنت جميل ومرتب ومنظم، وكانت فرصه حلوه جدا لنا ان احنا اول مره نعمل ايفنت في النادي الاهلي، وده طبعا نادي عريق اي حد يشرف انه يؤدي اي حاجه تطلب منه عليه. طبعا الاطفال بمجرد ان هم عرفوا ان هم رايحين النادي الاهلي، هم عارفين يعني نادي ده والمكان ده قد ايه ليه ثقل يعني، فكانوا طبعا مبسوطين جدا. وانا عرفتهم انه قدام ناس كتيره، ونبقى واثقين في نفسنا، ما نخافش ما نتخضش، عادي جدا زي البروفات اللي بنعملها في المسرح عندنا. فكانوا مبسوطين جدا. طبعا دي تجربه جديده، احنا عملنا كذا ايفنت عندنا في المركز، لكن ده اول مره قدام حشد زي اللي كان النهارده ده، الحمد لله.